بسم الله الرحمن الرحيم، أخي الحبيب إليك هذه الأدعية الخمسة التي لا يستغنى عنها بخاصة في هذا العصر. نحن نعيش اليوم أيها الأحبة ظروفاً عصيبة جداً، القتل من حولنا، الانهيارات الاقتصادية، الحرب على الإسلام. معظم المسلمين يشعرون بضائقة شديدة ولا يجدون أمامهم إلا الدعاء، أنا اخترت لك هذه الأدعية الخمسة أذكرك بها. لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحرص عليها وهي تجمع لك خيري الدنيا والاخره وفيها من الخير الكثير ما لا يعلمه الا الله استمع معي الى الدعاء الاول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. سبحان الله دعاء جامع مانع. إذا ضمنت أن يعفو الله عنك. ذنوبك تغفر. آه العفو من أسبابه أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى بك حفظه لك يزداد رزقك يعني العفو يعني الرضا عندما يعفو الله عنك معنى ذلك مثل أنت إنسان بينك وبينه مشكلة فإذا ما عفى عنك كنتيجة لهذا العفو سيرضى عنك وستكون الأمور أفضل فإذا انت بمجرد ان سالت الله العفو وقبل الله منك هذا الدعاء اصلحت علاقتك مع الله وسالته العافيه اذا انت اصلحت علاقتك مع الدنيا لان العافيه تعني الصحه تعني الحياه المطمئنه تعني الراحه النفسيه تعني التخلص من الخوف والحزن يعني العافيه ليست فقط عدم المرض، لا انسان قد يعاني من اكتئاب، يسأل الله العافيه. انسان قد يعاني من حزن شديد، من ضيق في صدره، يسأل الله العافيه. فالعافيه اذا اعطيتها بالدنيا ضمنت الحياه المطمئنه السعيده. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام عندما كان يحرص على هذا الدعاء ويقول: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره بل الاخره اهم من الدنيا لانك في الاخره اذا ضمنت ان يعفو الله عنك وان يعافيك من الذنوب ومن نار جهنم ماذا تريد اكثر من ذلك؟ اذا هذا الدعاء يجمع لك خيري الدنيا والاخره وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اعطيت العفو والعافيه في الدنيا والاخره فقد افلحت الدعاء الثاني ايها الاحبه وهو دعاء مهم جدا على الرغم من قله كلماته ولكن المعاني غزيره جدا دعونا نستمع لهذا الدعاء ونحفظه ايضا ونتدبره اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحان الله يعني أنا أتصور كل إنسان اليوم يحتاج لهذا الدعاء، ما أكثر الأعداء الذين ينتظرون بك شرا حتى يشمتوا بك. وللأسف هذا العدو قد يكون ابنك أو زوجتك. قد يكون هذا العدو أقرب الناس إليك وأنت لا تدري. ينتظر أن يصيبك شر ليشمت بك لذلك النبي استجار بالله واستعاذ بالله من شماتة الأعداء طيب البلاء أخي الحبيب خلقنا لنبتلى ولكن لماذا استعاذ النبي من جهد البلاء يعني يا رب أنا أرضى بقدرك وقضائك وبلائك واذا اصابني مرض ارضى به اذا اصابني ظلم او اذى ارضى به ولكن يا رب لا, تو... لا توصلني الى مرحله الجهد لانني ضعيف يعني ابتليني بلاء اقدر عليه مرحله ان تصل الى ال... 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 جهد البلاء الذي لا يتحمله الانسان قد يكفر قد يلحد، قد ينتحر والعياذ بالله. هناك اناس لا يتحملون المرض ينتحرون. فاستعاذ النبي عليه الصلاه والسلام من جهد البلاء لانه متعب جدا وكانك تقول يا رب انا ارضى ببلائك ولكن في الحدود التي اتحملها. لا تحملني ما لا طاقه لي به. الدعاء الثالث اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هذا الدعاء اختاره النبي عليه الصلاه والسلام لليله القدر مما يدل على اهميه هذا الدعاء عندما سئل ماذا ندعو ليله القدر قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لان العفو اخي الحبيب يعني اذا كان هناك ملك عفى عنك امورك كلها ميسره فكيف اذا عفى الله عنك سيحيطك برحمته وكرمه ورزقه ولن تشقى بعد ذلك ابدا لذلك هذا الدعاء يعني سهل وخفيف ولكن اياك ان تنساه او تغفل عنه خصوصا في هذه اللحظات الحرجة في هذا العصر المظلم المليء بالالحاد، المليء بالمشاكل، المليء بالهموم الجأ إلى عفو الله عز وجل لأنك بالنتيجة ستموت وستلقى الله وحيدا فإذا لقيته وهو قد عفى عنك معنى ذلك أنه قد رضي عنك سبحانه وتعالى فماذا تريد أكثر من ذلك؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الدعاء الرابع اخي الحبيب الذي اودك ان تحفظه ولا تنساه وتدعو به ليس في كل يوم في كل وقت اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر والله أيها الأحبة هذا من جوامع الدعاء كل الخير فيه شمل الدنيا والآخرة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمر لماذا الدين أولا قبل الدنيا لأن الدين أخي الحبيب هو الذي يعينك على الصبر يعينك على التحمل يعينك على الكسب الطيب للرزق يعينك على التسامح ان تعفو عن الاخرين يعينك ان تلجا الى الله بصدق يعينك على فعل الخيرات يعينك على العباده الصحيحه يعينك ان تلقى الله وهو راض عنك اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي اليوم كثير من الناس يلهث وراء الدنيا لديه المال لديه الرزق ولكنه محاط بالهموم محاط بالمشاكل ينام وهو يحسب ويفكر يستيقظ وهو يفكر وطوال الوقت مشاكل مع الناس وبيع وشراء و... طيب ماذا تركت لآخرتك؟ إذا إصلاح الدنيا هو الخطوة الأولى لإصلاح الآخرة لأنك تعيش في هذه الدنيا فيجب أن تصلح دنياك كمقدمة لإصلاح آخرتك، لذلك هنا عندما تقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وآخرتي التي فيها معادي أنت هنا ضمنت الدنيا والآخرة فتكون تمنح الحياه المطمئنه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الحياه الطيبه في الدنيا والاجر الحسن في الاخره واجعل الحياه زياده لي في كل خير اهل الجنه لا يتحسرون الا على لحظه لم يفعلوا فيها الخيرات او يذكروا فيها الله تبارك وتعالى فكانك تقول يا رب كل ثانيه اعيشها اجعل فيها خيرا علم نافع صدقه عفو احسان للاخرين بر للوالدين صبر على اذى الاخرين واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني يا رب إذا كان هناك من الشرور الكثيرة ما سوف يصيبني إذا اجعلها بعد أن أموت أن أرتاح منها ألا تصيبني في الدنيا. فالشرور التي أعاني منها اجعل الموت راحة لي منها. الملحد أخي الحبيب يكون الموت بالنسبة له شرا. لان بعده عذاب الله وعذاب القبر وعذاب نار جهنم فلذلك هنا انت تقول يا رب كل الاذى الذي اصبت به والمكائد التي كيدت لي والضر الذي تلقيته من فلان وفلان وفلان وكل الشر الذي اصابني اجعل موتي هذا راحه منه انظر الى هذا الدعاء كم هو جميل واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. طيب الدعاء الخامس والاخير ايها الاحبه لكي لا اطيل عليكم ايضا دعاء مهم جدا اتمنى ان نحفظه جميعا. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سبحان الله يعني أيضا هذا دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به في آخر الصلاة كان في, في أواخر الصلاة كان يدعو به صلى الله عليه وسلم اللهم إنني أعوذ بك من عذاب القبر طبعا هناك روايات وصيغ المهم أن تستعيذ من هذه الأربعة اللهم إنني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال والمسيح الدجال هنا ايها الاحبه يعني صحيح هو شخص وسيظهر وله وهو من علامات الساعه الكبرى ولكن في كل زمن هناك دجالون كل من يدعوك الى الشر هو دجال كل من الشيطان هو دجال لذلك انت تستعيذ بالله من شر المسيح الدجال وكل من يتبعه وعلى راسهم ابليس والشياطين الانس والجن اذا اللهم انني اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر او من عذاب القبر ومن عذاب النار لان عذاب القبر هو اول أو, او القبر هو اول منازل الاخره فإما أن يكون روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله، أنت الذي تحدد على فكرة. أنت الذي تقرر ماذا تضع في هذا القبر. يعني أنت الآن في الدنيا إذا أردت أن تنتقل إلى بيت جديد ماذا تأخذ معك؟ تحاول أن تأخذ أفضل شيء وتضعه في هذا البيت. طيب أنت قبرك الآن أنت الذي تجهزه بعملك، ماذا ستضع فيه؟ الاعمال الصالحه، ذكر الله، الصبر والصبر ضياء، كثره الصلاه، كثره قيام الليل، كثره فعل الخيرات، الخشوع، ماذا ستاخذ معك؟ ام انك ستبني كل شيء بالدنيا وتاتي الى قبر فارغ، خرب، مظلم، لا، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا هذا العمل، وكما قلت احبتي في الله لا تنسوا هذه الادعية، النبي كان حريصا عليها. وكان كثيرا ما يدعو بها، لذلك احفظها لانك ستستفيد منها في قبرك، ستكون نورا لك في هذا القبر، وعندما تبعث ويوم لقاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق